على هذه الجبال المشتعلة بنار المعارك غربي مأرب لا وقت ليستريح المقاتلون. صوت الحرب هو الأقوى هنا، ولا صوت يعلو فوق أصوات الرصاص. التصعيد العسكري الكبير والمستمر لميليشيا الحوثي على أطراف مأرب ومحاولات تقدمها باتجاه المدينة خلق مواقف كثيرة ومتباينة، وأعاد إلى الواجهة دور القبيلة المتصدر في معركة استعادة الدولة. الأمر ذاته بالنسبة للقوى والأحزاب السياسية التي أجمعت على الاصطفاف لمواجهة الميليشيا ومساندة الجيش الوطني في الدفاع عن مأرب باعتبارها قبلة الشرعية وآخر قلاع الدولة اليمنية. الأحزاب والتنظيمات السياسية بشكل عام تجدد وقوفها، وكذلك القبائل، قبائل محافظة مأرب وكل الشرفاء من كل المحافظات يقفون إلى جانب الجيش الوطني في الدفاع عن الثورة والوحدة والجمهورية. مثلت مأرب وجهة لمئات الآلاف من الفارين من جحيم ميليشيا الحوثي، علاوة عن كونها ملاذا آمنا لمئات الصحفيين والسياسيين وأنشطتهم المختلفة طيلة سنوات الحرب. لعل هذا ما أراد قوله المبعوث الأممي مارتن غريفيث في زيارته لمأرب مطلع مارس المنصرم في إطار مساعي التهدئة وإيقاف الحرب كما قال، لكنه عاجز عن إقناع الميليشيا بالتراجع وعدم المغامرة من خلال تصعيدها المستمر واستهدافها لهذه المدينة، وهو ما دفع الفرقاء السياسيين وأصحاب المهن المختلفة مدنيين وعسكريين وقبليين لإعلان التحرك وخوض مواجهة مباشرة مع الميليشيا والدفاع عن مأرب ومكتسباتها. كلما ابتعدت القيادة عن دوائر الفشل ومفهوم ما أريك إلا ما أرى فسننتصر أسرع. موقف الأحزاب السياسية موقف واضح وجلي مع الجيش الوطني، مع المقاومة، مع أبناء مأرب جميعا نحو هزيمة العدو على أسوار مأرب، وكما فعلوها المأربيين ومعهم شرفاء اليمن في 2015 سيفعلوها اليوم في 2020. تحديات كبيرة وماثلة تواجه حاضنة الشرعية ومصيرها الضبابي وسط انكشاف نوايا تحالفات الشرعية وأهدافها في إعادة تدوير بعض الأشخاص إلى واجهة مشهد الصراع المعقد وخلقها زعامات جديدة لحرب يراد لها أن تستمر في نهاية المطاف. 5 سنوات عطلت العملية السياسية في البلاد، وتنصلت الأحزاب عن دورها تجاه الجماهير والقضايا الوطنية على وجه التحديد، فكانت الحصيلة تفشي جائحة الانقلاب واستمرار الحرب. فهل تسجل أحزاب مأرب موقفا مغايرا في معركة استعادة الدولة، أم هي محاولة وحسب لإيقاظ واقع سياسي ميت؟ على الجرادي، قناة بلقيس، مأرب.